وقفنا أول اليوم أننا نقول بصوت واحد بكلمة واحدة أن اختيارنا سي عبد المجيد تبون كمرشح وندعمه ليس من باب التملق، وإنما ندعمه لأن مصلحة وطننا وبتفكير مؤسساتي جماعي مع شركائنا السياسيين أن الجزائر ما تعيشه من تحديات سواء في الداخل أو الخارج، خاصة عن الشعب الذي صنع الحراك الآن بحاجة إلى أنه يصنع حراك والصندوق من أجل إعطاء مصداقية أكثر في الداخل والخارج، أن الشعب بكلمة واحدة أو بصوت واحد يحب وطنه.